هكذا كانوا في الميدان طيلة 18 يوما التي استغرقتها التظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحتى إعلان تنحيه وسقوط النظام. عقبها أحداث جسام مثلت أبرز تحديات الثورة المصرية والصراع ضد النظام السابق. فهل أثرت مثل تلك الأحداث على رؤية الأقباط للرئيس القادم؟ أنا عاوز واحد معتدل على الأقل كده عايش حاسس بأمان سنة يعني. ما نيجي نتكلم ما نخليش لا المعايير الدينية ولا المعايير غير الوطنية هي اللي تسيطر علينا. بس مش هتفرق معايا مسلم أو مسيحي، احنا عايزين الراجل الصالح اللي يخدمنا ويخدم أولادنا. واحد يعيشنا في أمان وفي حب بيننا وبين بعض وفي رعاية ربنا. لابد لا يكون في تفرقة لا في المناصب ولا في ترقيات ولا في التعيينات ولا في الوزارات ولا في المرأة. والحقيقة احنا لسه ما مش عارفين هندي صوتنا لمين، بس دينا بنسمعه وهنشوف يعني هندي صوتنا لمين في الآخر. يخطئ ان يتصوروا ان الأقباط في مصر كتلة مصمتة تتحرك في اتجاه معين لا تحيد عنه. مزاج الناخب القبطي ما يختلفش خالص عن مزاج الناخب العام في مصر، بمعنى ان التقسيمات العاديه للناخبين اللي شايفها في المرشحين ما بين مرشح فلول، مرشح اسلامي، مرشح للثوره، هي نفس الفكره اللي بتنطبق على الاقباط، لان احنا عندنا بعض الاقباط اللي بيؤيدوا التغيير ومع الثوره وبيدعموا الاتجاه ده بشكل كبير، عندنا بعض الاقباط اللي هم بيميلوا للفلول وشايفين النظام السابق كان احسن، وفي بعض الاقباط اللي شايفين ان مفيش خوف من التيار الاسلامي لو هو عنده مشروع نهضه حقيقي لبناء مصر. إذن ما هي الدوافع التي تتحكم في الاتجاه التصويتي لدى الأقباط؟ في مستويات تعليمية مختلفة، في خلفيات سياسية متباينة، في مستوى اجتماعي أو انتماءات سياسية. على سبيل المثال أقباط الصعيد أكيد أولوياتهم في اختيار المرشح بتاعهم هتختلف عن أولويات الأقباط المقيمين في القاهرة والأسكندرية مثلا. فقراء الأقباط مختلفين عن أغنياء الأقباط، اللي انعكس في خلفيات المرشحين بتنعكس برضو على تفتيت أو على وحدة الكتلة التصويتية للأقباط. وتثار العديد من الشكوك حول دور الكنيسة المصرية في الحشد تجاه مرشح معين على ضوء التقارير التي تتحدث عن حجم الكتلة التصويتية للأقباط، والتي من الممكن أن تكون عنصراً مرجحاً لأي مرشح خاصة خلال جولة الإعادة. وش معنى دلوقتي بنقول الكنيسه ما تدخلش والتيار الاسلامي بتقول هنتخب فلان وده هنتخب فلان وهنتخب فلان؟ هو الكنيسه بس كل ما تقول رايها الكنيسه لماذا هذا يعني الذين يريدون ان يقمعوا الكنيسه ويكبتوا حق الكنيسه؟ الكنيسه ما هي؟ هو الكنيسه جدران؟ الكنيسه ما هي من هو الشعب القبطي ومجموعه الاقباط الذين لهم حريات كما يؤدون يعني ولهم حقوق كما يؤدون واجباتهم. وفي ظل اكتساح تيار الإسلام السياسي للانتخابات البرلمانية الأخيرة تتزايد مخاوف الأقباط من انحصار دورهم السياسي، ومن ثم تتعدد التحليلات حول موقفهم التصويتي في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويزيد الأمر حيرة موقف القيادات الكنسية التي فضلت الصمت في هذه المرحلة. عطية نبيل، BBC، القاهرة.